مرحبا بكل متابعين قناة شوف تي في مباشرة هنا من مدينة سيدي بنور. في أحد الحالات الإنسانية اللي أمامكم الآن مهدي خلوف. مهدي خلوف اللي تيعاني أزيد من سنة دابا، باش هو دير الحديد، كما كنت دير الحديد كما كتشوفوا هما الوثائق والتصاور ديال اللي عنده شوية ديال الطبيب كما كتشوفوا، هادو الوراق ديال الطبيب، هادي الصورة ديال الحديد اللي في رجلو. كما كتابعوا معنا في هذا البث المباشر في حالة إنسانية، هذا نداء للقلوب الرحمة وللمحسنين باش يستندوا السيدة. كما كتشوفوا هو تيدير العكاز ديالو، كيمشي العكاز اللي كنتمناو من المحسنين انهم يلتفتوا لهذا السيد هذا ويعاونوه. كيقول لكم هو اكثر من عام ونص هذه، غادي نخليه هو يعرفكم براسو وهو غادي يهضر لنا. السلام الخوت، انا عندي عمليه واعره، بغيت نحيد الحديد وما عنديش، وكنطلب من المحسنين يتعاونوا معايا. الله يرحم الوالدين. أمي عمو 4 شهور، أمي ميتة، أمي قليل الصحة وبا ميت، وما عنديش باش نحيدو. كنطلب من المحسنين الله يرحم الوالدين يتعاونوا معايا. راه الحديد مرتني في السمرة، تيبرد عليا وفي حال سخون تيسخن عليا، وكي مرتني بزاف. وكنطلب من المحسنين يتعاونوا معايا. الله يرحم ليكم الوالدين. انا من دوار ولا طالب جامعة العطاطرة طريق حد العونات. شنو كطالب دابا من المحسنين، الناس اللي كيشوفونا والناس اللي القلوب الرحمة والقلوب الرحيمة؟ عاود لي الحال ديالك. وانا الحالة ما عنديش، امي قليل الصحة وبا ميت، والحالة لا حول الله، راه ما عندناش الخط. متزوج؟ عندك شي وليدات؟ لا ما نزوج، ما والو، ما عنديش. انا اللي كاين عند امي، ما عنديش، الحالة ضعيفة بزاف. كل الناس المحسنين تعاونوا معايا الله يرحم الوالدين، راه ما عنديش، راه الغالب الله. شحال تقريبا العملية كت كان طلب لي الدكتور كرمان 140 ألف، وعندي الحديد واعر في الرمانة. ماشي شي مبلغ كبير، يعني 140 ألف ريال. 140 ألف ريال. شحال دابا المشكل خاصك تحيدو؟ شحال دابا بحال لا باغي نحيدو نهار 24 في هذا الشهر، في شهر 11، قال لي الدكتور درمان في جديد يا محمد خالد. شنو النداء اللي كتوجه للمحسنين؟ وكنطلب من المحسنين شي واحد يتكلف لي بهذه العملية، راه ما عنديش، راه الغالب الله. لا غنبقى بحال هكا غادي نتكرفس، راه مكرفسني الحديد بزاف. كنطلب من المحسنين يتعاونوا معايا الله يرحم الوالدين. شحال عندك من عمر؟ عندي 39 عام. وكتسمع ما كان بلا زواج، ما كان بلا خدام، ما خدام في الاول. تعاونوا معايا المحسنين باش درت العمليه، باش كنت هرس. وهاد العمليه اللي درتها انت كيفاش، شنو وقع لك؟ كنت طالع، كنت طحت من فوق واحد الحيط، ماشي كسيد، ماشي من فوق الحيط عادي. تهرست من الرمان، تهرست من دولة، تهرست قواعد. دار لي الحديد. شحال درتي العمليه في الاول؟ درت قول الحديد خديته ب 110، قول شي جوج تمنين تقريبا. تعاونوا معايا المحسنين ونسمعوا ليا. خاصني عمل باش نحيد الحديد، راه مكرفسني بزاف. 140 الحديد راه مكرفسني بزاف، تينغزني ومكرفسني في هاد السمرة. يعني لازمك السمرة كي دابا كسر كي ضرني، خاصني ما واخا تلبس ما عرفتش تلبس كي كرفس. رسالة للمحسنين. وكنطلب من المحسنين يتعاونوا معايا، وشي واحد يتكلف ليا بهذه العملية الله يرحم الوالدين، راه ما عنديش.
كما كتشوفوا، كما كتشوفوا الإخوان، السي المهدي تطلب من الإخوان أنه شو واحد يتكلف لي بالعملية، ويقول لكم أنا ما باغي لا فلوس لا والو، ما تصيرتوش ليا الفلوس، اللي بغى شي يدير شي حسنة لله يجي يتكلف لي هو بالعملية، يجي يديه الطبيب. الرقم التليفون ديالو راه هو مكتوب عندكم، كما كتشوفوا الحالة ديالو ها هي، راه لا إله إلا الله، هما الوراق، ها هي الورقة، التصويرة هي، هناك الورقة ديال السبيطار، هما كما كتشوفوا هما الوراق ديال السبيطار. هذا كيطلب منكم غير قلوب المحسنين، الله يجزيكم بخير. هذا نداء من قناة شوف تي في للقلوب الرحمة، الناس المحسنين اللي في استطاعته أنه يساعدوا ولا يشوفوا شي جمعيات ولا أيا كان، الله يجزيكم بخير. احنا دائما في قناة شوف تي في تنقدم المساعدات الإنسانية والحالات الإنسانية، احنا ما كما كنقولوا احنا ماشي غير الأخبار والمصائب أو هذا، يعني قناة شوف تي في كتقوم بأعمال خيرية، عمل إحساني، الخرجات ديالنا التطوعية، العمليات الإحسانية. لهذا تنشد القلوب الرحمة وقلوب المحسنين أنهم يساندوا هذا السيد هذا في هذه العملية، اللي كيقول لكم أنا كطلب تقريبا 7000 درهم وعنده العملية كيفاش؟ علاش من إمتى؟ في 24 في هذا الشهر. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى ومن المحسنين ومن المؤمنين ومن قلوب الرحمة أنهم اللي بغى يعاونوا باش مسخه الله، إذا كان شي محسن أنا يتكلف لي بالعملية الله يجازيه بخير، الله يجازي كل المحسنين. هذا نداء المغاربة اللي كنعرفوا على المغاربة الرحمة والرأفة وأنهم تيوقفوا في جنب بعضياتهم. لهذا غادي ناخذ كلمة أخيرة من عنده، بعين تدمع والإحساس ديالو والقلب اللي كيدمن من الداخل. تفضل يا سيدي. كنطلب لكم، نطلب من المحسنين يتعاونوا معايا، الله يرحم الوالدين، راه الحالة لا حالة الله، حالة لا حالة الله، راه العملية عندي صعيبة، والحالة الحالة، مي راه قريبة تصح وبا ميت عامين دابا، وما عنديش الغالب الله، راه البلاد ما عنديش، الغالب تشوف تشوفوا، راه الغالب الله، كنطلب من المحسنين يتعاونوا معايا، الله يرحم الوالدين، راه من الحديد ما زادتني. كما كيقول لكم انه يتيم، يتيم الاب، عنده غير الام ديالها، الام ديالو هي اللي عنده، ما عنده حتى شي حتى معين، حتى شي واحد اللي يساعده، الله يجازيكم بخير. هذا نداء القلوب الرحمه والقلوب المغاربه، كنعرفوا ان المغاربه التضامن والتآزر والتآخي، لهذا نناشد قلوب الرحمه، كنناشد قلوب الرحمه، الله يجازيكم بخير، الله يرحمكم والدين اللي استطاع انه يعاون هذا السيد هذا في سبيل الله، في سبيل الله. الى هنا ناتي الى نهايه الحلقه، شكرا لكم، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان لا يضيع اجر المحسنين.